كشفت هيئة البحرين للثقافة والآثار عن برنامج مهرجان صيف البحرين في نسخته 12 الذي يطل هذا العام تحت شعار أقرب عن بعد، والذي سيقام بين 2 وحتى 31 من شهر أغسطس القادم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم عن بعد بمشاركة معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، وسعادة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون بالهيئة، والسيدة فرح مطر مدير الثقافة والفنون، وبحضور لافت لعدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة للمملكة والمساهمين في المهرجان، إلى جانب ثلة من الصحفيين والإعلاميين من داخل البحرين وخارجها. ويأتي مهرجان صيف البحرين هذه السنة مغايرا تماما عن النسخ الماضية، خصوصا وأن هيئة البحرين للثقافة والآثار قد اتخذت التدابير الاحترازية كافة لتقديم فعالياته عن بعد وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي مع ما يشهده العالم من ظروف استثنائية فرضها فيروس كورونا المستجد، لتسارع الهيئة إلى التأكيد على عظم المهرجان كحدث ثقافي لا تحده الجغرافيا، ليضمه فضاء إلكتروني افتراضي باستطاعته إيصال رسالته إلى أنحاء المعمورة برمتها. هذا ومن المقرر أن يتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة التي سيغلب عليها الواقع الافتراضي، ما بين عروض الحفلات الفنية وورش العمل التعليمية والرياضية والإبداعية وغيرها الكثير، والتي ستحاكي مختلف الأذواق والأعمار، فضلا عن تنظيم عدد من الجولات والزيارات إلى المواقع الثقافية المنتشرة في البحرين. أبدأ بشكر تلفزيون البحرين على جميل متابعته لأنشطة الثقافة ولكل ما يدور في هذا البلد الجميل. أقرب عن بعد عنواننا هذا العام، لكي نكون مع الجميع اعتدنا أن نلتقي في خيمة نخول التي تنتقل موقع إلى آخر في كل عام. هذا العام لهذه الظروف الاستثنائية شعارنا أقرب عن بعد، ربما نصل إلى نطاق أوسع ومجموعة أكبر من المشاهدين عبر هذا التواصل الذي استحدث والذي اضطررنا له لكي نكون مع الجميع. الورش الافتراضية، الزيارات، كما ذكر في هذا المؤتمر الصحفي أن هناك بعض الحفلات الحية التي من الممكن حضورها بالسيارة، كما حدث في حفلات التخرج أو في هذه الطرق الجديدة أو الوسائل الجديدة التي يبتكرها الجميع لكي نكون معكم في كل الأحوال. أشكر بشكل خاص السفارات التي واظبت معنا على مدى سنوات بتقديم الأنشطة، سواء أنشطة فعلية من حضور ببرامج، بعروض مسرحية، عروض فنية. اليوم حتى عبر هذه الوسائل قدموا لنا الجديد مثل كل عام.